هذه هي الحرشة ديالنا، كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي هشيشة وأحسن في طبيعة الحال من ديال الزنقة بالمكونات اللي أنا عطيتكم. كندير يعني كتصاوبوا حرشة اللي هي كتكون يعني صغيرة على هذا الحجم هذا، وإلا بغيتوا حرشة كبيرة فما عليكم إلا تضعفوا المقادير. كيف شفتوا معايا هنايا من بعد ما أنا طيبتها، هي هذه الحرشة كتجي زوينة محمرة ما كتفرتش نهائيا. غادي تشوفوا هنا غادي نقسمها معكم من الداخل باش تشوفوها كيف كتجي. كتجي هشيشة بزاف وكتجي بطبيعة الحال كيف قلت لكم احسن ديال الزنقه. هذه هي الحرشه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تنساوناش بانكم تفعلوا مع القناه ديالنا بالاشتراك وجيم لا فيديو الى عجبكم طبيعه الحال. وبالنسبه للناس اللي كتدخل جديده عندنا للقناه كنرحبوا بها، وشكرا بزاف لكم على الرسائل ديالكم اللي كتخليوها لي، يعني الكومونتيرات ديالكم اللي كتخليوها لي يعني في الفيديو، والتعليق ديالكم المحفزه اللي كتخليني دائما انني نزيد ونعطي الاكثر اكثر. نتلقى بكم ان شاء الله في وصفه اخرى باذن الله. مع السلامه. عليكم كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، نلقاكم هذا الفيديو هذا في اتم الصحه والعافيه باذن الله. كيف ما معودكم دائما مطبخ ساجا على الوصفات البسيطه، اليوم ان شاء الله باذن الله غندير معكم حرشه اللي سهله بطريقه جد 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 موضحه، يعني غنوريكم كل شيء ان شاء الله في الفيديو. غادي ندوزو دابا ان شاء الله للمقادير والطريقه ديال التحضير. ودائما كيف العاده الى عجبكم الفيديو خليوا لي جيم وكومونتير من تحت الفيديو، لانني كيعجبوني المساجات ديالكم او الكومنتات ديالكم اللي نتوما كتخليوها لي الصراحه الله، اللي هي غايه في الرقي ديالكم. وشكرا بزاف لكل الناس اللي نضافت ليا جديده في القناه. وغادي ندوز دابا ان شاء الله المقادير والطريقه ديال التحضير. كيف كتشوفوا عندي هنايا في هذا البول هذا، عندي هنايا 250 غرام ديال السميده. غنعطيكم مقادير اللي هي يعني صغيره، ولكن نتوما كيبقى لكم كامل الاختيار. عندي هنا 250 غرام ديال السميده اللي كتكون سميده ديال الحرشه كيف كتشوفوا هكذايا انتوما. هاد السميده هذه كتكون هكا رقيقه ما كتكونش غليظه بزاف. عندي هنايا تقريبا كاس ديال الماء، كاس الماء كبير عامر. وعندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، يعني ما يعادل 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. وعندي هنا معلقه صغيره ما عمراش ديال الخميره. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال السكر كيف كتشوفوا ما عمراش، معلقه صغيره ديال القهوه ما عمراش. وعندي هنايا نصف كاس اولا ربع كاس زيت الزيتون، انا غنستعمل زيت الزيتون، نتوما استعملوا اللي بغيتوا. عندي هنايا شويه ديال الملحه. هذه هي المكونات او المقادير ديال هذه الحريشه. هذه غادي ندوز دابا ان شاء الله على بركه الله الطريقه ديال التحضير. اول حاجه كنديروها هي يعني الخميره، كيف قلت لكم معلقه صغيره ما عمراش، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات ما يعادل 8 غرام، القليل من الملح. انا عندي هنايا 250 غرام ديال السميده، نتوما استعملوا الكميه اللي كتعجبكم. وغادي نضيف الزيت وغادي نبسبس هذا الشيء كله مزيان حتى تدخل معظم العناصر بعضياتها. غادي نبقى هكذايا كيف كتشوفوا كنلبس ديك السميده يعني كلها مع بعضها هكذايا مزيان. ضروري من اننا نبسبسوها على هذا الشكل هذا. فانا عندي هنايا 250 غرام اولا اكثر بشويه، لانني غنستعملها فقط صغيره، بغيت حرشه صغيره ما بغيتهاش يعني كبيره. نتوما ديروا نص كيلو ديال السميده اولا على حسب افراد الاسره. كنبقى هكذا كنلبسها مزيان وغادي نخليها واحد المده ديال 10 دقائق. انا كننصحكم انكم تجربوها بزيت الزيتون، كتجي بنينه بنينه احسن من زيت العاديه. غادي نخليها دابا هكا بعد ما بسبستها كيف كتشوفوا، غادي نخليها هكذا واحد 10 ديال الدقائق ماكسيموم، وعاد نرجع ندير لها ان شاء الله الماء. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما دازت قلت لكم 10 ديال الدقائق، غادي نرجع دابا هنايا غادي نهز واحد شويه ديال السميده بحال هكذايا، غادي نحطها اكونتي وغادي نجيب الماء ديالي كيف كتشوفوا هكذا. كنخلط الحرشه، ما عمر الحرشه كنعجنوها فقط كنخلطوها صافي. هذا هو الشكل ديالها على هذا الشكل هذا، ما غاديش نخففها بزاف هكذا
صافي وغادي نخليها كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. غادي نخليها تشرب هذا الماء هذا، يعني ما كتاخذش كميه كثيره ديال الماء كيف كتشوفوا هانتوما، ما كنعجنوهاش نهائيا. غنخليها تشرب هذا الماء ونرجع معكم. وهنا كيف كتشوفوا معايا جبت هذه المقله، هذه اللي هي المقله ديال الكريب، دهنتها بالقليل من الزيت ورشيتها بالسميده. بالنسبه لكم نتوما الا كنتو كتستعملوا يعني المقله ديالكم الثقيله اللي هي الطاجين بامكانكم ديروها، فانا فقط لان الكميه عندي صغيره فبغيت نديرها هنايا. وهاد الوصفه كيف دائما كنقول لكم يعني المطبخ ديالي متوجه للمبتدئات، يعني اي وحده بغات دير حرشه وماشي ضروري انها دير كميه كبيره، فانا عطيت كميه صغيره يعني كتخص واحد ثلاثه ديال الناس حتى لاربعه ديال الناس، يعني حرشه اللي هي متوسطه الحجم ماشي صغيره. فالقطر ديال هاد المقله ديالي فيه ما بين يعني 19 حتى 20 سنتيم. انا هنايا من بعد ما كنكون دهنتها يعني بالزيت ورشيتها بالسميده كنبقى كنضغط على الحرشه على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا هنايا في الصور، كنبقى كنضغط عليها بالكف ديالي مزيان مزيان مزيان. ومن بعد كنجيب هذيك السميده اللي انا خليتها هي اللي كنديرها في الوجه، فكنبقى نديرها وندوزها على ديك الحرشه كلها، وانا كنقادها بطبيعه الحال كنبقى كنصاوب لها الوجه ديالها باش يجي كامل مستوي، ما يبقاش نهائيا جهه طالعه وجهه هابطه. كيف غتشوفوا معايا هنايا غنجيب واحد السباتول هي اللي كنقد بها هاد الجناب ديال هاد الحريشه هادي، فيه يعني الشرح موضح مزيان في لا فيديو. كنبقى هكذا كنقاد دوك الجناب باش ما كتبقاش يعني جهه كيف قلت لكم جهه طالعه وجهه هابطه وما يبقاش الوجه مستوي، فانا ديما كنبقى كنملس على ديك الحرشه بيديا، يعني كندوز كيف كتشوفوا هكا بالكف ديالي باش ما كيبقاوش متراسين الصبعان. دونك هاد الطريقه هذه اللي انا عطيتكم هي طريقه بسيطه وكل واحد والطريقه ديالو، يعني الطرق كتعدد ديال الحرشه، فانا هذه هي الطريقه ديالي اللي انا كندير. كتجي بها الحرشه مقاده ما كتجيش نهائيا جهه طالعه وجهه هابطه، وما كيجيوش فيها بطبيعه الحال الصبعان والتراسين. كي شفتوا معايا من بعد ما وجدت هاد الحرشه هذه ديالي على هاد الشكل هذا، كنبقى قلت لكم هكا كندوز باليد ديالي حتى تتقاد كامله. دائما كيف كنقول لكم هاد الشرح كله وهاد الشيء كامل اللي انا كنقول فقط كيكون موجه للاخوات اللي كيكونوا مبتدئات. ما شاء الله ف يعني المطبخ ديالنا المغربي مليء بالاخوات اللي ما شاء الله عليهم يعني حدكات وكيصاوبوا هذا الشيء هذا. من بعد ما غادي نكمل هذه الحرشه غادي ندوزو طبعا ان شاء الله للطريقه ديال الطهي ديالها. بالنسبه للطريقه ديال الطهي فانا كنديرها على عافيه اللي كتكون مهيله بزاف، كنغطي لها الوجه ديالها باش ما كتنفخش وكتطلع كيف غادي تشوفوا معايا هنايا دابا، يعني كنغطي لها الوجه ديالها. غنوريكم دابا كيف كندير لها. كنجيب كيف قلت لكم واحد بحال هكذا، شوفوا ها هو، وكنوضع عليه هادي وكنبقى كنضغط هكا ما كنخليهاش تنفخ. هادي احسن طريقه اللي ديروا هكذا، كنبقاو كنضغطوا عليها وكنبقاو نقلبوها كل مره كنقلبوا شويه بشويه حتى تطيب الحرشه ديالنا. هذه هي احسن طريقه كنديروها. فوالا شوفوا طوا عليها هذه هكذايا وخليوها طيب هكا، غادي نخليو الحرشه كطيب وكتجي زوينه وكطيب على المهل العافيه. انا ديرها قليله بزاف، شوفوا هكا العافيه ديالها كنخليها هكا كطيب على نار مهيله بزاف. ها انتما كتشوفوا الحرشه كتجي هكذايا ما كتجيش نهائيا يعني طالعه ولا منفوخه، فقط حطوا عليها بحال هكا كنوضع عليها. هذا هو احسن حاجه كنديرها للحرشه ديالي.